أعزائي طلاب وطالبات الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نحل فيها درس القدرة الكهربائية من بنك الأسئلة. السؤال الأول: المصطلح العلمي الشغل المبذول خلال وحدة الزمن، الشغل اللي هو الطاقة اللي بيرمز له برمز E أو W، المبذول خلال وحدة الزمن اللي هو T، يعني لما نقسم E على T. ده تعريف القدرة الميكانيكية. يبقى القدرة الميكانيكية الشغل المبذول خلال وحدة الزمن. التعريف الثاني: معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى ميكانيكية، حرارية، ضوئية. معدل تحول الطاقة الكهربائية، يعني برضو طاقة كهربائية مقسومة على زمن. معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى ميكانيكية، حرارية، ضوئية، برضو دي بس اسمها القدرة الكهربائية، لأن هنا اتكلمنا عن الطاقة مين؟ الكهربائية، يبقى القدرة الكهربائية ناتج ضرب شدة التيار وفرق الجهد. حاصل ضرب الفي في الاي، الفي في الاي برضه هي البي، هي القدرة الكهربائية. يبقى انا عندي 3 تعريفات للقدرة: في القدرة الميكانيكية الشغل المبذول خلال وحدة الزمن، القدرة الكهربائية لا تعريفيا معدل تحول الطاقة الكهربائية. كلمة معدل يعني الحاجة مقسومة على زمن، يعني الطاقة الكهربائية مقسومة على زمن، يبقى دي القدرة الكهربائية. ناتج ضرب شدة التيار وفرق الجهد برضو القدرة الكهربائية. السؤال الثاني أكمل: تقاس القدرة الكهربائية بوحدة الواط، يرمز لها بالرمز W، وتكافئ جول على ثانية، أو من القانون ده إيه؟ فولت في أمبير، أو فولت في أمبير، أو في أكتر من وحدة. يبقى الواط بتكافئ جول على ثانية أو فولت ضرب أمبير. يقول لنا هنا القدرة الكهربائية لمصباح يستهلك، هو عاوز القدرة الكهربائية البي لمصباح يستهلك 100 جول. 100 جول دي مين؟ هي الطاقة الإي خلال زمن تي وحدة الواط. احنا لسه جايلين القدرة طاقة على زمن، يعني البي تساوي الإي تقسيم تي، وده أول قانون من قوانين القدرة من التعريف. 100 تقسيم الزمن بكام؟ 5، هتطلع معانا ب20 واط. يبقى هنا بالواط 20. رقم 3: تقاس الطاقة المستهلكة في المنازل بوحدة، لما بنقرأ عداد الكهرباء بتكون الطاقة المستهلكة بوحدة ايه؟ بوحدة الكيلو واط ساعة. تكتبها بالعربي كيلو، الكيلو واط ساعة. رقم 4 بيقول لي القدرة الكهربائية للمقاومة الموضح بالشكل. أنا عندي دائرة كهربية فيها مقاومة هنا ب5، وفيها شدة تيار ب4. في قانون تاني للقدرة بنشتقه من قانون البي بتساوي الفي ضرب اي. البي بتساوي طالما في تيار ومقاومة يبقى هيكون القانون اي تربيع في الار، يبقى البي بتساوي اي تربيع اللي هي 4 تربيع في الار اللي هي المقاومة ب5. 5 في 16 تطلع معاك ب80 واط. نتأكد منها 80. يبقى عندك قانون القدرة اي على تي او اي تربيع في الار، وهنشوف واحدة واحدة. طيب السؤال الثالث: اختار الاجابة الصحيحة. عندنا هنا بيقول لك أضيئت مصابيح كهربائية قدرتها القدرة بي لمدة 24 ساعة، ده الزمن، ف
فإن الطاقة التي تستهلكها تلك المصابيح تساوي كذا. إحنا هنا عاوزين الطاقة الإي عند البي وعند التي من القانون اللي كتبناه فوق، البي بتساوي الإي على تي من المثلث ده، الطاقة بتساويها بتساوي البي في التي، يبقى الطاقة بتساوي بت بي تي. بس هنا عاوز الطاقة بوحدة الجول، إذا طلب الطاقة بوحدة الجول يبقى القدرة بالواط والزمن بالثانية، ولازم أحول الزمن ده، أقول 20 ضرب 60 ضرب 60، يبقى لازم أحول الزمن من الساعة للثانية، من الساعة للثانية أضرب في 60 ضرب 60 أو 3600، يبقى الطاقة بتساوي القدرة عندنا إحنا هنا 2400 واط، والزمن ممكن تحسبه بالحاسبة أو تكتبه 20 ونضربها في 60 ضرب 60. طبعا هيطلع معاك رقم كبير، ده ما ينفعش، ولا ده ولا ده، فهو الرقم ده اللي هيطلع، اللي يطلع 1728 في 10^5، هيطلع رقم كبير بوحدة الجول، جول أو جي. يبقى احنا هنا نركز على حاجة، لو طلب مني الطاقة بوحدة الجول لازم تكون القدرة بوحدة الواط والزمن بوحدة الثانية، أحول من الدقيقة للثانية أضرب في 60، أحول من الساعة للثانية أضرب في 60 ضرب 60. قوانين القدرة الكهربائية هناخدهم من التعريفات. أول قانون البي اللي هو الشغل المبذول على الزمن أو معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى، البي بتساوي الإي على تي، ومنها الإي تساوي بي تي، أو اعملها مثلث إي بي تي. طيب يبقى دي هنا الطاقة أو الشغل وحدة الجول، التي اللي هو الزمن بوحدة الثانية، هنا دي القدرة بوحدة الواط أو جول على ثانية أو فولت على أمبير، ده أول قانون لمين؟ للقدرة. ثاني قانون اللي هو ناتج ضرب فرق الجهد وشدة التيار، البي بتساوي الفي ضرب الآي، وده قانون مهم جدا جدا، الفي اللي هو فرق الجهد وحدة الفولت، آي شدة التيار بوحدة الأمبير. ممكن تعملها على هات مثلث بي يساوي الفي ضرب الآي، وده مهم جدا بعد قانون أوم، ودي القدرة برضه بالواط أو جول على سكن أو فولت في أمبير. طيب القانون الثالث، من قانون أوم هشيل الفي دي وأعوض عنها بالآي ضرب الآر، فيطلع معانا القانون اللي استخدمناه من شوية، آي تربيع ضرب الآر. ممكن نعمله مثلث البي فوق والآي تربيع والآر تحت، عندنا الآر دي اللي هي المقاومة الكهربائية ووحدة الأوم. القانون الرابع، ممكن أشيل آي ده وأعوض عنه بفي على آر من قانون أوم، فيطلع معانا القدرة في تربيع على آر. هنا الفي تربيع اللي هي اللي فوق نخليها في البسط، والبي والآر نخليها تحت. فأنت عندك 4 قوانين للقدرة الكهربائية، طاقة على زمن، فرق الجهد في شدة التيار، مربع تيار في المقاومة، مربع فرق جهد على المقاومة. تمام، عندنا بعد كده قوانين الطاقة الكهربائية، قوانين الطاقة الكهربائية المستهلكة دي اللي هي الإي. من أول قانون تقدر تجيب الإي تساوي بت البي في التي ضرب تقاطعي. طيب عندنا احنا هنا بعد كده أقدر أشيل بي دي وأعوض عنها في في آي، تبقى هتكون ايه؟ في آي تي فيت،
متأكد. نفس القوانين اللي قد قبله، نضيف لها الزمن بس، يعني هي طاقة في قدرة في زمن. الإي بالساوية نفس القانون أي تربيع في الآر في التي، نضيف لها لازم الزمن. الرابع الإي بالساوي في تربيع على الآر في التي، لازم نضيف لها الزمن. والفرق بين القدرة والطاقة إن الطاقة فيها زمن، قدرة مضروبة في زمن. تمام. عندنا إحنا هنا ملحوظة بس، لو طلب الطاقة بالجول، لو طلب الطاقة بالجول لازم القدرة اللي هي بي بالواط، ولازم الزمن تي بالثانية. أما لو طلب الطاقة بالكيلو واط ساعة، يبقى بنسمة لازم القدرة بي بالكيلو واط كي دبليو، ولازم الزمن تي بالساعة اللي هي الاتش. طيب عندنا احنا هنا عشان احول من الكيلو واط للواط، من الكيلو للوحدة بتاعته بنضرب في 1000، ومن الصغير للكبير نقسم على 1000. طيب عندنا احنا هنا من المينت للثانية نضرب في 60، والعكس نقسم على 60. طيب من الساعة للثانية نضرب في 60 60، أو 3600، والعكس نقسم على 3600 أو 60 ضرب 60. طيب عندنا هنا لو قال لنا عاوز السعر لا تدفعه لشركة الكهرباء، هنقول الطاقة بالكيلو وات ساعة مضروب في ثمن الكيلو وات. انت استهلكت مثلا 20 كيلو وات ساعة في الساعة، وثمن الكيلو وات فلسين، تضرب 20 في 2 ديك 40 فلس. يبقى هنا الثمن اللي بتدفعه لشركة مين؟ الكهرباء بالكيلو، هنا بالفلسات. يبقى ده الطاقة بالكيلو وات ساعة في ثمن الكيلو وات. فنركز على الحاجات دي. رقم 2 هو بيقول لنا جهاز كهربائي قدرته دي البي بالواط تم تشغيله لمدة 5 ساعات، يبقى هنا الزمن 5 ساعات، فيكون مقدار الطاقة المستهلكة اي بس بوحدة مين؟ الكيلو وات ساعة. قلت لك لو طلب الطاقة بالكيلو وات ساعة لازم تكون القدرة بالكيلو وات والزمن بالساعة. طب هو الزمن بالساعة الحمد لله موجود. طيب القدرة اعمل لها ايه؟ احولها من الواط للكيلو وات وقسم على 1000، هتبقى القدرة ب 0.1 كيلو وات، وهنا الزمن 5 ساعات جاهز. ونبدأ عاد نقول الطاقة زي ما قلت لك، الطاقة هي بت بي تي، الطاقة ب 0.1 والزمن ب 5، تطلع ب 5 من 10 كيلو وات ساعة، يبقى نص. يبقى ركز هنا، لذلك ما حولتش في الأول على طول عشان أشوف الطاقة بالكيلو وات ساعة ولا بالجول. فلو بالكيلو وات ساعة لازم أخلي القدرة بالكيلو وات أقسم على 1000، والزمن هنا بالساعة خلاص جاهز. تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لك إذا كانت الطاقة المصروفة، الطاقة اللي هي إيه، وهنا بوحدة الجول يبقى دي الإيه، على شكل حرارة خلال دقيقة، الزمن دقيقة نخليها 60 ثانية. عندما يمر تيار اللي هو الآي
فتكون قيمة فرق الجهد عاوز ال V. عشان أجيب أنا ال V خدته زمان في قانون التيار ومصدر الجهد، هي E على Q، بس أنا ما عنديش ال Q، فمن التيار والزمن أجيب ال Q. يبقى أنا في الأول أقول ال Q لو تتذكروا بتساوي ال I ضرب T من قانون شدة التيار، نص ضرب 60 ثانية، هيطلع معانا الكيو بكام؟ تطلع معانا ب30، تطلع معانا ب30، 30 سي. طيب بعد كده هروح من ناخد قانون ايه، ناخد قانون ان الفي تساوي الاي على كيو، قانون فرق الجهد. يبقى الفي بتساوي الاي بكام؟ الاي ب480 على الكيو 30، ضيع الصفر مع الصفر، 48 على التلاتة فيها 16، 16 فولت. يبقى هنا ده من الدرس القديم، أول درس في التيار الكهربائي، جبنا الكيو وبعدين جبنا الفي. مصباح كهربائي مكتوب عليه 60 واط للبي، فرق الجهد في، وبيجي لنا كده في الامتحان: فإن فتيلة المصباح تتحمل تيار شدته عاوز الآي. مفيش مشكلة، قانون القدرة اللي هو أشهر قانون، البي يساوي الفي في الآي. ممكن تحفظه كده وتجيبه بطريقة ألفا إكس، البي ب60، الفي 240 ضرب شدة التيار، أو تقسم البي على الفي، 60 على 240 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع بربع، 25 من 100. في الشكل البياني، في الشكل البياني المقابل رقم 5، الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين القدرة المستهلكة الحرارية في موصل ومربع شدة التيار، فتكون قيمة مقاومة الموصل R. أنا عندي قانون للقدرة بيقول إن البي بتساوي الآي تربيع ضرب الآر. طيب أنت خد عندنا هنا قيمتين للقدرة وقيمتين لمربع شدة التيار، أخد أي قيمة مثلا وليكن قيمة القدرة اللي هي 40، مقابل لها يا هنا؟ مقابل لها 8. يبقى مربع شدة التيار في الحالة دي 8، ما أقولش 8 تربيع، هو أي تربيع على بعضه، أي تربيع ب8 ضرب الآر. فتطلع معانا الأر بكام؟ كأنها 40 على 8 فيها 5 أوم. ولو جربت هنا هقول 20 يساوي 4 ضرب الأر، 20 على 4 فيها 5، وإحنا عارفين دائما الأر اللي هو الميل هو الأر، لأن فرق الصادات على فرق السينات، يعني هقسم بي على أي تربيع، الميل في الحالة دي هي المقاومة، فأنا هقسم صاد على سين، صاد على سين، أو من القانون اللي هو بي بيساوي أي تربيع ضرب آر، ونعوض عن البي ونعوض عن الأي تربيع، تطلع معانا الآر ب5 أوم. السؤال الرابع: ضع علامة صح أو علامة غلط تتناسب القدرة الكهربائية بي المستهلكة طرديا مع شدة التيار عند ثبات فرق الجهد. أنا عندي قانون من التعريف إن البي بيساوي الفي ضرب الآي، فعند ثبات فرق الجهد البي تتناسب طرد مع الآي، وعند ثبات الاي البي تتناسب طرديا مع الفي. يبقى العبارة صحيحة، يبقى البي هنا تتناسب سواء مع الفي او الاي طردي عند ثبوت احدهما. تكون القدرة المستهلكة البي تساوي 6 لما يمر تيار شدته 2 في سلك فرق الجهد بين طرفيه 3 فولت. يعني القدرة هل تساوي 6؟ صح، ما هي القدرة من القانون البي بيساوي الفي ضرب الآي، 3 اللي هو في و2 التيار، تبقى القدرة ب6. يبقى العبارة صحيحة، 6 صح. السؤال الثالث: المصباح الكهربائي المكتوب عليه على زجاجته 100 واط دل بي و240 فولت دل في، المقاومة كام؟ في قانون من قوانين القدرة، قلنا قوانين القدرة آخر قانونه، قانون من قوانين القدرة إن البي بيساوي في تربيع على آر، أجيب منه المقاومة، فأقول البي بيساوي
في تربيع على ار، وبطريقة الفا اكس اجيبها. البي ب100، الفي تربيع 250 تربيع على الار، او اسحب دي فوق وانزل المية تحت، اقول 250 تربيع على 100، او بطريقة الفا اكس هتطلع معاك الار بالرقم ده 625 اوم. يبقى العبارة صحيحة. رقم 4، المدة التي يجب أن تستخدم خلالها مصباح. المدة يعني عاوز الزمن التي يجب أن تستخدم خلالها مصباح قدرته دي البي، حتى يستهلك طاقة كذا جول دي الإي تساوي وحدة الثانية. أقدر أستخدم قانون الطاقة، القدرة، أي حاجة. إحنا عندنا البي تساوي الإي على التي، أو الإي تساوي بت. أدي هنا 120، وأدي الإي 1800 على الزمن. بطريقة الآلة الحاسبة، أو أنا أطلع التي فوق وأنزل 120 تحت، هتطلع معانا ب15 ثانية وليس 10 ثواني. يبقى العبارة خاطئة. رقم 5، وحدة القدرة الكهربائية كيلو وات ساعة وتساوي كذا. العبارة خاطئة. طبيعة التصحيح بتاعها وحدة قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة، عبارة عن وحدتها كيلو وات ضرب ساعة، وتكافئ 36 قدامها 5 أصفار، أو 6.3.6 في 10^5 جول. يبقى دي وحدة قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة. علل لما يأتي. ليه تختلف شدة إضاءة مصباحين كهربائيين على الرغم من أنهما يعملان على نفس فرق الجهد؟ يعني ممكن يكون عندك في الغرفة جهاز إضاءته كبيرة، شدة الإضاءة بتاعته قوية، ومصباح تاني شدة الإضاءة بتاعته ضعيفة، بالرغم إن هما الاتنين على نفس فرق الجهد 220 فولت. ليه؟ هنقول له هنا بسبب اختلاف القدرة الكهربائية للمصباحين. فمثلا المصباح اللي هو إضاءته ضعيفة، معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية بتكون أقل، بينما في المصباح اللي شدة إضاءته كبيرة، معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية بتكون أكبر. فأنا بسبب اختلاف القدرة الكهربائية للمصباحين نلقى إضاءة مصباح أعلى من إضاءة المصباح التاني. قارن ما بين القدرة الميكانيكية من حيث التعريف والقدرة الكهربائية. القدرة الميكانيكية قلنا الشغل المبذول خلال وحدة الزمن، ووحدة قياسه الواط. طيب القدرة الكهربائية ممكن نقول ناتج ضرب شدة التيار وفرق الجهد، وحدتها برضو واط. أو ممكن نقول يا معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى ضوئية، حرارية، ميكانيكية. وسيب القوس مفتوح لأي أشكال أخرى من الطاقة. ماذا يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب؟ السؤال 7، ماذا يحدث للطاقة الحرارية E المتولدة في مقاومة أومية R عند زيادة شدة التيار مرتين؟ يعني مزود شدة التيار ده مرتين، طالما قال لي طاقة حرارية وفي مقاومة أومية، يبقى القانون أهو الـ E بتساوي I تربيع ضرب الـ R ضرب الـ T، ده بنسميه قانون جول. طيب عندنا احنا هنا يلي يحصل للطاقة، يما زود هنا شدة التيار مرتين، هنا مربع، يما زود شدة التيار مرتين يعني 2 تربيع، يبقى الطاقة تزداد إلى 4 أمثال. يبقى دي هنا تزداد
طاقة إلى 4 أمثال. لو جاء قال لنا السبب أو التفسير أقول له هنا لأن الطاقة الحرارية تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار عند ثبوت باقي العوامل، أو أقول له لأن الإي تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار عند ثبوت باقي العوامل. يبقى دي إجابة أو دي إجابة. يبقى هنا لو زادت دي مرتين، مرتين تربيع يعني 4، لو زادت دي 3 مرات يبقى 3 تربيع 9، لو زادت 4 مرات 4 تربيع 16 وهكذا. لو قل مثلا ده للنصف تقل إلى نص تربيع يبقى تقل للربع، لو قل إلى الثلث يبقى ثلث تربيع يبقى يقل إلى التسع وهكذا، لأن علاقة طردية تناسب طرد ما بين الإي ومربع شدة التيار. رقم 8، حل المسائل. آلة حاسبة مكتوب عليها 0.1A، يعني ده التيار أمبير، و 8 فولت ده فرق الجهد، يبقى مدينا الفي والآي. عاوز القدرة، سهلة جدا، أسهل قانون البي بتساوي الفي ضرب آي، ده لازم في امتحانات آخر السنة إن شاء الله تعالى، هو قانون أوم. البي بتساوي الفي ضرب الآي، الفي ضرب الآي، والآر تساوي الفي على الآي، ركزوا عليهم. 8 ضرب 1 من 10 تطلع ب8 من 10 واط. إذا استخدمت لمدة ساعتان فما مقدار الطاقة المستهلكة؟ إحنا هنا هو ما طلبش مننا، إحنا هنجيبها بالجول. طاقة استخدم المستهلكة لمدة ساعتين، ساعتين يبقى أقول 2 ضرب 60 ضرب 60 عشان نحول إيه الطاقة المستهلكة. 3600 يطلع ب7200 ثانية. عاوزين الطاقة الإي تساويها بت بي تي، أو ممكن تقول الإي تساوي في أي تي اللي يعجبك، أي قانون للطاقة. عندنا هنا 8 من 10 ضرب التحويل اللي حولناه اللي هو 7200، أو تكتبها 2 ضرب 60 ضرب 60 مفيش مشكلة، هتطلع معاك الطاقة بوحدة الجول 5760 جول. لو عاوز تحولها عاد بالكيلوات ساعة ممكن تخلي دي بالكيلوات وخس الزمن بالساعة زي ما هو، بس هو محددش، فاحنا نجيبها بيه وحدة الجول، الوحدة الدولية للطاقة. المسألة الأخيرة، مدفأة في داخلها ملف تسخين واحد تعمل على فرق جهد ده الفي، يمر به تيار كهربي شدته اي. المطلوب عاوز مقاومة الملف. في درس القدرة الكهربائية لازم أخلي قانون أوم معايا هنا، مهم جدا قانون أوم. عندنا احنا هنا هنقول الآر تساوي الفي على آي، لازم قانون الآر تساوي الفي على آي، والقدرة تساوي الفي ضرب آي، ده المهمين في الامتحان، فتركز على قانون أوم تخلي معاك أساسها برضه هيدخل فيها في المسائل. عندنا هنا عاوز مقاومة الملف آر، الآر تساوي الفي تقسيم الآي، 220 تقسيم 4، هتطلع معانا المقاومة الكهربائية ب55 أوم. طيب عاوز القدرة، نفس القانون بس هرتب البي بتساوي الفي ضرب الآي، يعني 220 مضروبة في 4 تطلع ب880 واط، مهمين جدا جدا. عاوز الطاقة المستهلكة بالجول، طالما قال لي بالجول يبقى لازم الزمن أحوله، أقول التي بتساوي 5 ضرب 60 ضرب 60. عاوز تحسبها بالآلة الحاسبة احسبها، مش هتحسب بالآلة الحاسبة مفيش مشكلة، يبقى هنا أنا هسيبها طالعة 18000 ثانية، أو مش عاوز خليها في المسألة زي ما هي. الطاقة زي ما قلت لك الإي تساوي افتكرها بي بي تي بت، البي انا جبتها 8 8 0 في 18000، او تقول في اي تي
الفي موجودة والاي موجودة والتي موجودة، مفيش مشكلة من غير ما تعدى عليها على القدرة براحتك. هتطلع معانا هنا برقم كبير مفيش مشكلة، 1.584 × 10^7 اللي انت ممكن تلقاها كده جول، او 1.584 × 4 جول تطلع لك اي صورة صح. عاوز الطاقة المستهلكة بوحدة الكيلو وات ساعة. كيلو وات ساعة، انا عندي في نفس المدة الزمنية يعني نفس 5 ساعات، يبقى الـ5 ساعات تقول زي ما هي، يبقى الزمن 5 ساعات، 5 ساعة. طيب عندنا عاد القدرة لازم نحولها بالكيلو وات، يبقى القدرة هنا احولها من 880 اقسمها على 1000 عشان احولها للكيلو وات، 0.88 كيلو وات. وبرضو الاي تساوي بي تي، البي هنا بقت بالكيلو وات 88 من 100 في الزمن 5 ساعات زي ما هي، محولوش. 88 من 100 في 5 هيطلع معانا بكام؟ 4.4 كيلو وات ساعة، كيلو وات ساعة، كيلو وات ضرب الساعة. ماشي. عاوز سعر التكلفة، عاوز التمن اللي هدفعه لشركة الكهرباء. إذا كان ثمن الكيلو وات 10 فلسات، فأنا قلت لك هنا السعر بيساوي الطاقة بالكيلو وات ساعة في ثمن الكيلو وات. الطاقة بالكيلو وات ساعة أنا استهلكت كام؟ أها 4.4 في ثمن الكيلو وات ساعة 10 فلسات، تطلع معانا 44 فلس. ده السعر اللي هتدفعه لشركة الكهرباء. هنا الطاقة ب 4.4 كيلو وات ساعة في ثمن الكيلو وات 10 فلوس، هتطلع معانا 44 فلس. كون حلينا درس القدرة الكهربائية من بنك الأسئلة. المرة الجاية إن شاء الله تعالى هناخد آخر درس، هناخد الدوائر الكهربائية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.